السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. وهذا الفيديو إن شاء الله غادي يخص مادة النشاط العلمي بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي، النموذج رقم 2، ودائما في إطار فروض المراقبة المستمرة. المرحلة الثانية، المستوى الخامس ابتدائي، الموسم الدراسي 2021-2022. إذا اللي باقي ما تفرجش في كاع الفروض اللي درت في القناة، يمشي لا ديسكريبسيون، يمشي لصندوق الوصف، غادي يلقى بزاف ديال الليام، بزاف ديال الروابط ديال الفروض، يتفرج ليهم وان شاء الله غادي يفهم معايا الدروس وكذلك الفروض، وغادي يكون في اتم استعداد ان شاء الله الفروض ديالو مع الاستاذ ديالو في القسم. اذا مرحبا بكم. اذا هنا عندي فرض في مادة النشاط العلمي النموذج رقم 2، كاين هنايا 4 ديال الانشطة، 3 ديال الانشطة باللغة العربية ونشاط واحد باللغة الفرنسية في اطار التناوب اللغوي. إذا نبدأ على بركة الله بنشاط رقم 1، عليه 2 ديال النقاط، أصنف الممارسات الضارة من الممارسات المفيدة للتربة والبيئة بوضع علامة في. إذا هنا عندي مجموعة من الممارسات، إذا كانت هذه الممارسات مفيدة غندير كخوة هنا، إذا كانت ضارة غندير كخوة هنا، صافي. قطع الأشجار، واش هي ممارسة مفيدة ولا ممارسة ضارة؟ إذا بطبيعة الحال قطع الأشجار، يعني إلا تقطعنا الأشجار بزاف من واحد المنطقة، يعني التربة ما كتبقاش متماسكة، وبالتالي هي ممارسة ضارة بالتربة وكذلك بالبيئة، صافي. بالنسبة للتشجير، التشجير هو عكس قطع الأشجار. التشجير هو واحد مثلا واحد المنطقة ما فيهاش الأشجار، جبنا مجموعة من الأشجار وغرسناهم تماك على أساس أنها تولي منطقة فيها أشجار كثيرة، وبالتالي هي ممارسة مفيدة للتربة، يعني التربة كتصبح متماسكة، وكذلك للبيئة. الممارسة الثالثة، إنجاز مدرجات زراعية. إذا المدرجات الزراعية مهمة جدا وهي ممارسة مفيدة، علاش؟ لأن ذاك المدرجات كيساهموا في الثبات ديال التربة، وكذلك يعطونا محاصيل زراعية اللي هي كبيرة، صافي. مزيان، غندوزو الممارسة الرابعة والأخيرة، استغلال المفرط للغطاء النباتي. بالنسبة لاستغلال المفرط للغطاء النباتي، كيظهر لنا في الرعي الجائر. الرعي الجائر شنو هو؟ الرعي الجائر هو مثلا دي المعز ديالك ولا دي الغنم ديالك لشي بلاصة وتبقى ترعى فيها يوميا. هاد السلوك هذا ولا هاد الممارسة هذه ممارسة ضارة، علاش؟ لأنه داك المنطقة ما غيبقاش فيها الغطاء النباتي، يعني داك الأعشاب كاملة غادي تمشي، وغادي تصبح داك التربة يمكن يوقع لها الحت والتعرية، صافي. إذا هذه ممارسة ضارة بالتربة وكذلك بالبيئة. ندوزو الآن لنشاط رقم 2، وحتى هو عليه 2 ديال النقط، انتبهوا معايا. ضع علامة في أمام العبارات الصحيحة. إذا غادي ندير علامة في قبل العبارات اللي صحيحة، صافي. يعني مثلا كانت خاطئة ما غنديرش كخوة، إذا كانت صحيحة غندير كخوة. العبارة الأولى، التربة الرملية هي التربة الأقل نفاذية للماء. إذا التربة الرملية هي اللي ما كتنفذش بزاف د الماء. واش هذه عبارة صحيحة ولا خاطئة؟ إذا هذه عبارة خاطئة. الصحيح ديالها هو أن التربة الرملية هي الأكثر نفاذية للماء، هي التربة الأكثر نفاذية للماء، لأنه في التجربة اللي رجعتوا للدرس غادي تلقاو هي التربة اللي نفذت بزاف ديال الماء بنسبة تقريبا أكثر من 90%، صافي. دوزو العبارة الثانية، وهي الرياح ليس لها تأثير على التربة. الرياح ما عندهاش تأثير على التربة. بطبيعة الحال هذه عبارة خاطئة، علاش؟ لأن الرياح عندها تأثير كبير على التربة. زحف الرمال من أسباب التصحر، هذه عبارة صحيحة، لأنه زحف الرمال هي من الأسباب المهمة والمؤثرة والمؤدية إلى التصحر، صافي. العبارة الرابعة، الرأي الجائر عامل طبيعي ليس له تأثير على التربة. إذا أولا بالنسبة للرأي الجائر هو عامل بشري ماشي طبيعي، ليس له تأثير على التربة، هو له تأثير على التربة. إذا الرعي الجائر احنا شفنا الفوق، هي ممارسة ضارة تؤثر على البيئة وكذلك على التربة. إذا العبارة الصحيحة الوحيدة وهي زحف الرمال من أسباب التصحر. مزيان، غادي ندوزو الآن لاكتيفيت 3 كي هي اون فرونسي. Suivez avec moi. Donc, écris vrai ou faux devant chaque phrase. Donc, عندي هنايا 4 phrases. إذا كانت صحيحة العبارة غادي ندير فغي، صحيح. إذا كانت خاطئة غندير فو، صافي. لا بروميير فراز، تو لي زيتر فيفون دو سول اون لا ميم تاي اي ديفيرون باغ لور فورم. هنايا قال لك جميع الكائنات الحية ديال التربة عندهم نفس القد ومختلفين فقط يعني من ناحية ديال لا فورم، ستادير الشكل. إذا هنايا عبارة خاطئة، لأن لي زيتر فيفون دو سول عندهم لا تاي ديفيرون، دونك هنا فو.
Plus le sol est fertile, il a une torba khisba, plus la production de la richesse en animaux est faible. Yani, l'intage de la tharwa hayawani katkoun naqsa. Wabittali, hnaya ibaratun khati'a. Alash? Lianna ila kan torba khisba. Wabittali, katkoun tharwa nabatiya kbira. Wahadshi li kayati tharwa hayawaniya li hiya kbira. Idan hiya ibaratun khati'a. Les brise-vents protègent le sol contre l'érosion. Les brise-vents هما المصدات، مصدات الرياح. صافي مصدات الرياح كيحفظوا التربة من الحت. هذه صحيحة فغي. علاش؟ لأنهم ملي كنديروهم كنديروهم على أساس باش يصدوا لنا داك الرياح اللي كتأثر بطبيعة الحال على التربة وكيحدث الحت والتعرية. صافي. بالنسبة للعبارة الأخيرة الرابعة، لو سول فافورابل أو كولتور إي كاركتيريزي باغ أون بيرميابيليتي موين. يعني التربة الصالحة للزراعة ياك تتميز بماذا؟ بنفادية متوسطة. هذه عبارة صحيحة فغي، لأنه التربة الصالحة للزراعة ما خصهاش تكون عندها نفادية كبيرة، وفي نفس الوقت ما خصهاش تكون نفادية اللي هي قليلة بزاف. إذا ستكون موين، يعني متوسطة، اون بيرميابيليتي موين. سي بيان. غندوزو للنشاط الرابع والاخير. سويف افيك موا. النشاط الرابع عليه جوج ديال النقط، بالنسبه للنشاط الثلاث اللي هو اون فرونسي عليه اربعه ديال النقط. صافي. نشاط اربعه جوج ديال النقط، اكمل الفراغات بما يناسب الرعي الجائر حد طبيعيه الرياح. اذا عندي اربعه ديال الفراغات وكذلك اربعه ديال الكلمات غادي نكمل بهم. تخضع التربه لعوامل متعدده. إذا التربة تخضع لماذا؟ تخضع لعوامل الحت، يعني ديك العوامل اللي كتساهم في الحت ديالها. إذا تخضع التربة لعوامل الحت متعددة، منها إذا هذه مشات، منها عوامل كالأمطار والمياه الجارية. إذا الأمطار والمياه الجارية هي عوامل طبيعية. إذا منها عوامل طبيعية كالأمطار والمياه الجارية وحالة أخر والرياح، ياك والرياح وعوامل بشرية. إذا هادوما بثلاثة بهم عوامل طبيعية، يعني الله سبحانه وتعالى، وعوامل بشرية كقطع الأشجار، وهذه عوامل من صنع البشر كقطع الأشجار والرعي الجائر. والرعي الجائر أي استغلال مفرط للغطاء النباتي. إذا الرعي الجائر. وبهذا غادي نكون كملت الفيديو ديال اليوم اللي كان كيخص الفرد الثاني، المرحلة الثانية، مادة النشاط العلمي، الدورة الأولى، بطبيعة الحال النموذج رقم 2. كنتمنى أنكم تزيدوا تدعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقوا يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.